ورجعنا لكم مع هيما المكاوي. بالنسبه لحضرتك رايت في مجال الصناعه والتجاره في هنا في مصر، ايه راي حضرتك في السوق، في وضع السوق المصري في الوقت الحالي؟ طبعا هو عده اسباب، مش بس الازمه العالميه. يعني انت خارج من كورونا، خرجت من كورونا فوجئت بالحرب الاوكرانيه الروسيه. تمام. الحرب الاوكرانيه الروسيه اثرت على حاجات كتير، منها الغاز، منها البترول، منها الغذاء، فكل الكلام ده عمل ازمه، حمل الدول كلها سواء دول كبيره او دول ناشئه او دول صغيره او فوق طاقتها من ناحيه استيرادها لاحتياجاتها. طبعا دي ازمه عالميه كلنا بنمر بيها، ولكنها هتاخد فتره وهتعدي زي ما ازمات قبل كده عدت كتير. السوق المصري حاليا طبعا في وضع غير مستقر شويه من ناحيه الاسعار، ثبات الاسعار، الكلام ده كله، ولكن دي كلها اظن ان هي فتره هتاخد من شهرين لثلاثه وهتبتدي الامور ترجع تاني ان شاء الله. عايزين ناخد برضو راي استاذ محمد في رؤيته الاقتصاديه في السوق المصري بشكل عام. والله يا استاذ ابراهيم، هو طبعا السوق المصري من اكبر الاسواق الموجوده في المنطقه، وهو سوق واعد جدا خاصه في الصناعه. طبعا هي الحاله اللي موجوده دلوقتي هي حاله عدم استقرار عالمي لكل الاسواق، مش ازمه عالميه. ازمه عالميه، زياده اسعار الفوائد في العالم كله، زيادة نسب التضخم. بس هل الأزمة دي بتسمع أكتر في مصر يعني عن الدول الخارجية ولا؟ هو كل دولة حسب حجم تأثرها. يعني في دول عندها موارد مثلا غاز وبترول، حجم تأثرها أقل بكتير جدا من دول أخرى زي دول عظمى زي بريطانيا زي فرنسا، عندهم أزمة كبيرة جدا في الطاقة. في مصر أنت دولة نامية، فعندك جزء بسيط من أزمة الطاقة، عندك جزء بسيط من أزمة الغذاء، عندك جزء، يعني عندك أزمات في كل حاجة، ولكن مش بحجم المشكلة اللي موجودة بره. ده في حد ذاته نجاح لأداء الحكومة، حتى لو في بعض الاختلافات في وجهات النظر في الأولويات. ممكن أنا أبقى شايف مثلا إن الحكومة كانت المفروض تاخد أولويات معينة، بس ده بيبقى من وجهة نظري لأن أنا ما ببقى شايف الصورة كاملة، لكن الحكومة بتبقى شايفة الصورة كاملة، بتبقى دارسة السوق بشكل عام. لا، بيبقى في حاجات غير دراسة السوق، بيبقى في حاجات دايما يقول لك ايه اللي جوه المطبخ غير اللي بره المطبخ. صح. انت مش شايف كل التفاصيل. فقرارك ناتج عن الصورة الخارجية، الصورة من بره. لكن الناس في الحكومة او في اي حكومة في العالم او في اي دولة بتبقى عندها تفاصيل احنا ما بنبقاش شايفينها، فحكمهم للمواضيع بيبقى ادق من حكمنا احنا. ممكن نختلف في اولويات. طب ليه انت ما تعملش دي الاول تعمل دي؟ ليه انت ما تعملش كذا تعمل كذا؟ طب ليه انا ما اخدش الملف ده الاول واخد الملف ده بعد كده؟ دي كلها بتبقى وجهات نظر، وجهات نظر من خلال الصوره الخارجيه اللي احنا شايفينها، ولكن التفاصيل اللي جوه هم بيكونوا شايفينها اكتر. وممكن برضو يكونوا بيخطئوا، ما هو في الاخر بشر، هم مش صح، كلنا بنغلط. كلنا في اوقات معينه ممكن ناخد قرارات خاطئه ونعيد تصحيحها مره اخرى. تمام. بالنسبه لارتفاع الاسعار بخصوص المراتب، هل شايف حضرتك الاسعار اللي هي بعد ارتفاع الاسعار، الاسعار دي تتناسب مع جميع الفئات الشعب ولا فئه معينه؟ والله انا يعني انا دايما ببقى ضد زياده الاسعار. يمكن ناس كتير طبعا احنا عارفين قاعد شركه ياسين دايما وجليندر ان هم اخر ناس ممكن تفكر ان هي ترفع السعر، بس في الاخر انت بتبقى محكوم بحاجات كتير، محكوم بتكاليف، محكوم باسعار سعر صرف، محكوم بغرامات وارضيات وتفاصيل كتير. زي ما قلت لحضرتك برضو من شويه، لما تيجي تخش جوه الصوره هتلاقي تفاصيلها كتير. فدايما احنا بنبقى ضد موضوع زياده الاسعار، ولكن في اوقات معينه انت بتبقى مجبر انك ترفع السعر لانك بقالك فتره في خسائر، لازم توقف نزيف الخسائر. طبعا لا، الاسعار الموجوده حاليا لا تناسب من وجهه نظري فئات كتير، مش فئه واحده. بس زي ما قلت لحضرتك ان الفتره دي هي مرحله انتقاليه، طبيعي جدا ان يبقى فيها زياده في الاسعار لحد ما السوق يستقر في يعني ممكن بعد كده الاسعار دلوقتي رفعت، ممكن بعد كده السوق يستقر والاسعار تستقر يرجع. اكيد. ما انت لو سعر الصرف استقر، يعني انت دلوقتي النهارده مثلا الدولار في حدود 24.5 مثلا او 24.30 او 24.40، هتفضل تطلع بسعر الصرف. يعني انت دلوقتي في عرض وطلب. تمام. هتفضل تطلع بسعر الصرف لحد ما تخلص الحاجات اللي في المواني والحاجات القديمه والكلام ده كله، والفتره اللي بعديها مع ان انت داخل على ركود تضخمي
هيبتدي العملة الصعبة الضغط عليها يقل فأسعارها بتبتدي تنزل، فيبتدي يبقى في استقرار وابتدي بعد كده يبقى في نزول للأسعار. يعني في احتمال ان الأسعار ممكن تنزل تاني يعني لو الدنيا استقرت؟ هو ده مش احتمال، هو ده ان شاء الله هيبقى اكيد. بس ده دايما هياخد وقت. دايما الناس عندنا بيقولوا ان انت طالما الأسعار رفعت ما صعب ان هي تنزل في بعض المجالات مش في كل المجالات. ما هي دايما بيبقى في مشكلة زي ما قلت لحضرتك في التفاصيل الناس ما بتبقاش واخده بالها منها. يعني ممكن في وقت معين مثلا يحصل مثلا نزول لسعر الصرف ولكن يقابله الناحيه الثانيه ارتفاع في سعر الخامات. طب هنزل ازاي؟ لكن لو حصل نزول في سعر الصرف وسعر الخامات ابتدى ينزل طبيعي جدا غصب عنك لازم تنزل. لان في الاخر زياده الاسعار مش في مصلحتك. صح طبعا. بالعكس انت تحب ان انت تنزل الاسعار عشان تبيع اكتر. وطبعا كل ما المنتج بقى سعره قليل ناس كتير هتفكر تشتري هيأجل. حتى لو بالنسبه لي مثلا انا استنى 6 شهور استنى سنه مش محتاج ان انا اغير قوي دلوقتي. في بعض الحالات بيبقى مجبر الراجل اللي هيتجوز لازم هيجيب مرتبه لازم هيشتري ثلاجه لازم هيشتري كذا. فبيبتدي بقى هو يشوف الاولويات اللي انا ممكن اجيبه دلوقتي وايه الحاجات اللي ممكن اجلها بعد كده. لكن في العموم انا توقعي في الفتره الجايه مع استقرار سعر الصرف واستقرار سعر الخامات هيبقى في نزول. امتى مش هقدر احدده لان ما حدش يعرف امكانيات الدوله دلوقتي في اداره الازمه. لان موضوع القرار ده بيبقى ليه عوامل كتير، ولكن احنا كمصنعين او كاقتصاديين او كشايفين رؤيه الطبيعي جدا الفتره الحاليه ان انت بيبقى في ارتفاع تدريجي في الاسعار، اسعار بتستقر فتره بعدين الارتفاع ده بيبتدي ينزل نتيجه ان انت خلاص عديت المرحله الصعبه اللي انت فيها زي ما حصل في 2016 فتره التعويض. فالدولار وصل 18 ورجع نزل رجع 15 تاني. دلوقتي هنسال الاستاذ محمد، هل شركه انجلندر عامله خطه بديله او هتعمل مثلا موديلات من الشركه تتناسب مع الفئه المتوسطه في الفتره الحاليه؟ في الحلقة اللي جاية احنا ما بنستناش لما تحصل الأزمة عشان نحط السيناريو، لا احنا بنبقى مستعدين للأزمة وحاطين السيناريو بتاعها من قبل ما تحصل. بعدين كلنا الفترات دي عندك أرضيات وغرامات بأرقام مرعبة. استنونا مع هيما المكاوي.